أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف من الغافلين.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقص عليك أحسن القصص بما نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا عليم حكيم
والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة
قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا هذا وهم لا يشعرون.
وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت قال معاذ أحسن مثواي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب الأبواب وقالت
قالت هيت لك، قال ما
ولقد همت به كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه كذلك لنصرف عنه إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزى واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قال
واستغفري